في تعديل حمل المفاجأة، أزاح أكبر الوجوه الوزارية رمضان العمامرة وأنهى تسييرا ثنائيا لوزارة الخارجية التي كانت تدار برأسين. عبد القادر مساهل رئيس الدبلوماسية، الدبلوماسي المحنك أكثر من 40 سنة خبرة في الميدان والعارف بخبايا المنطقة، اختير ليكون الوافد الجديد إلى مبنى هضبة العناصر. حقيقة ربما هذه معروف على شخصية السيد رمضان العمامرة اللي هي شخصية دبلوماسية محنكة ولكن يعني ناعمة. بالنسبة لتصبية سيد مسال هو دبلوماسية ثورية، دبلوماسية وطنية، دبلوماسية كذلك يعني ميدانية، لا تتوقف فقط على المواقف والتصريحات والبيانات ولكن يعني هي دبلوماسية الميدان. عبد القادر مساهل رجل ثقة اختاره بوتفليقة لإدارة السياسة الخارجية ومواجهة الرهانات والتحديات الأمنية التي تفرضها المنطقة، اختيار يأتي في سياق وضع إقليمي ودولي صعب تراهن عليه الدبلوماسية الجزائرية في تكريس معالم جديدة في سياستها الخارجية وتعبئة الجهود إقليميا لا سيما في ليبيا ومنطقة الساحل لتحقيق الاستقرار. الصورة يعني الرئيسية وهي تتمثل في توحيد الموقف السياسي بالنسبة للخارجية باعتبار الآن الجزائر تعيش مرحلة من الأمن على المستوى الحدود في المناطق الإقليمية والجوية خصوصا في أزمة مالي على الحدود الجنوبية، عندنا أزمة والنزاع والحرب الأهلية موجودة في ليبيا على الحدود الشرقية، هناك كذلك نزاعات وصراعات كبيرة في الشرق الأوسط وبلاد الرافدين تمشي مباشرة إلى وزارة الشؤون المغربية والشؤون العربية والجامعة العربية لترأسها السيد مسال. عبد القادر مسهل على رأس واجهة سياسة الجزائر الخارجية مهمات ثقيلة يزيدها ثقلا التحديات الأمنية ورهان نجاح الحوار الليبي وفرض وجهة الجزائر المتمثلة في الحل السلمي، ملفات عالقة وإرث أثقل في انتظار الوارث الجديد.